جيمي مم. وانت بتشرح دلوقتي قلت لي ايه لا <applause> مش بيرسي تاو فجئتني إيه ممكن مين بقى رضا سليم رضا سليم مم. ماشي ليه وحسين الشحات هناك ولا حد تاني ولا حسين ماشي, ماشي. ولو رضا ده مجرد تمني لسه الراجل لا استقر ولا عمل وارد هو مستقر في دماغه لكن جوه التمرين بيعمل حاجات كتير لسه بدري من هنا لحد يوم السبت باذن الرحمن لسه يومين يعني فالشكل الشكل اللي عليه النادي الاهلي يعني انا حتى مش عاوز رضا لو هيلعب ليفت لا مش عايز رضا سليم انا مش عايز رضا انا عايز رضا سليم يلعب وينج يمين في الشكل ليه؟ ليه؟ انا في نسخه معينه عايزها من رضا سليم هي نسخه الجيش الملكي صح مش نسخه الاهلي انا عايز مش عشان هو في الجيش الملكي احسن من الاهلي او العكس علشان النسخه دي البروفايل ده بتاع فتح الملعب وبتاع انه بيشتغل دايما ناحيه اليمين عنده حلول كتير بيعدي واحد على واحد بيعمل كروسز بيعمل بنتريشن بيكمل في الكرات العكسيه كمهاجم تاني دايما هو حافظها بشكل اكبر الناحيه اليمين على رجله الاقوى على رجله الحساسه اكتر الرجل القدم اليمنى وطبعا بما اني قلت رضا يمين فطبعا اقول حسين شمال مش هقول بيرسي تاو بيرسي تاو ما بيلعبش ناحيه الشمال يمكن حسين بيجيد اللعب في ناحيتين عكس بيرسي تاو تعال اقول لك ليه الاول انا قلت رضا سليم وليه عايز النسخه دي من رضا سليم وبعدين افرجك على النسخه اللي انا عايزها من رضا سليم من خلال الشكل اللي بيلعب فيه فرقه الترجي وبالمناسبه الناس هتستغرب جدا الشكل اللي بيلعب فرقه الترجي وانا جبت اخر مباراه لعبها قبل ما اتحرك اخر مباراه لعبها فرقه الترجي خارج الارض في مباراه السيمي فاينل امام سان داوت بص يا كريم انا جايب لك هنا ادي اول لق اول لقطه اول لقطه انا جايبها لك وركز معايا وشوف ايه المشترك دي تغييره ملعب عاديه من العمق جدا في هجمه عاديه مش ترانزيشن ومش تحول جبهة يمين في فدان حلو هات اللي بعده مربع اليمين فدان اللي بعده مربع اليمين في اخر الصوره فوق فدان اللي بعده كل ده انا اجيب لك لقطات من نفس المباراه وانا بلعب كومباكت واقفل الملعب تمام بص كل ده كل ده اللعبه اللعبه مشيت وتجميع في العمق والراجل اللي في اليمين ده هناك قاعد لوحده خالص قاعد لوحده ما بيعملش اي حاجه اللي بعده بص بص يا كريم شايف فرقه الترجي اللي لابسه اصفر لان دي مباراه الذهاب كانت على ارض الترجي شايف الشكل بتاع الترجي ده كريم بص الميلان اللي ناحيه الشمال ده هم مايلين ناحيه الشمال اي فريق في الدنيا وهو بيدافع مرجعيته الكوره مش المساحه سهل قوي تضربه هنا مرجعتهم فين الفرقه كلها مجمعه ومرحله راحت الكوره كله آه مرحل على الكوره آه الراجل الراجل اللي فاتح الفرو بتاع داونز ده لو فاتح شمال عنده فدان ارض يجري فيه ناحيه الشمال فالاطراف هي الحل السحري الاول تفضل انت بتقول طيب في الصوره دي بص الباك اليمين يا يا كريم مغطي مساحه الاوفسايد عامل ازاي وخط الظهر كله طالع ده و بس نوع السرحان اللي عند لعيبه آه آه الترجي في الناحيه الدفاعيه اللي هو اللي هو ورا التل... اللي هو ورا الثلاثه ورا 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 بتوع الترجي في مساحه فاضيه اصلا واللعيب مغطي الاوفسايد وال... الكرة دي لو اتلعبت بقى... في المساحة مرة خلاص خلاص انفراد. انت فاهمني؟ لا ده نوع من المشاكل اه انا بشرح هو عايز يلعبوا على رضا سليم هو في سليم لا انا كنت بتكلم على اللقطة على اللقطة انه لو بيرسي تاو في مباراة الذهاب كمان كان عملها كان... في المنطقة دي أوه. لا بس هم هم شوية في مباراة الذهاب كانوا هم واخدين المبادرة لكن هو خارج الأرض يا كريم بيقفل الملعب وبيقفل الملعب ويشتغل على التحولات بشكل كبير وده السيستم اللي بيحبه كاردوزو هختلف مع مع شاب وهرجع تاني للنقطه اللي بقيت التفاصيل واروح لرضا سليم آه في نقطه صغيره فيما يخص عمليه الضغط فرقه الترجي عكس ما الناس متخيله اول 20 دقيقه قدام سان كان بيعمل ميديم بلوك من فوق دايره السنتر شرس جدا بيضغط طول الوقت هو زهق سان في البدايه ضغط قوي طول الوقت عمال بيضغط طول الوقت عمال فقصه الناس متخيله إن الترجي هيجي هيلعب ثلث ملعب وهيلعب بلو بلوك تحت وينزل يركن الاتوبيس من أول دقيقة مش هيحصل. بس أغلب الوقت هتلاقيه كده. هيبدأ المباراة بضغط ما يخليكش تبني ممكن. لأنه متأكد إنه لو نزل لو بلوك وساب الأهلي يبني هيستقبل هستقبل. هيستقبل ممكن أناقشك في صد. حاجة ونخلي شباب يشاركنا فيها برضه. اتفضل الجزئية كنت بقول وأنت واقف هنا م. لو كوكا لاعب قفشة هيلعب ناحية اليمين عشان تبدأ الجبهة اليمين دي اللي تشتغل طبع. بوجود قفشة وبيرسي تاو ومحمد طيب انت قلت لي سليم اه لو بالطريقه اللي انا قلتها لك ديت انه الجبل اليمين دي تشتغل آه. رضا سليم يقفل على محمد هاني بالعكس انا كده بقى بقيت شايف ان بيرس تاو هيبقى مناسب جدا انه يخش في العمق دي اللي يستغلها محمد هاني, هاني. وبيرس تاو يخش في العمق اختلف معاك في نقطه اتفضل انت لو عجبتك ولا لا؟ طبعا حسيتها طبعا لانه لما يخش في العمق دخل على على رجله اللي هيبقى شغاله بيه فانا آه. بقى عندي ميزه التصويب عنده ميزه انه يلعب الاوفر برجله العكسيه جوه منطقه الجزاء لكن رضا سليم يبقى كده عشان يشتغل هيبقى فاتح الملعب دائما على الطرف اتنين على واحد نشوف اختلافك ليه كولر بيحب بيرسي تاو؟ هو راجل هولدر كويس قوي بيخو بيستلم دائما الكوره وبيدخل انسايد وراجل بيقدر حي. يشتغل ويقدر يحرك اللعب بقى عندي اللعيب ده في الملعب اللي هو افشل هعمل ايه بتاو؟ هعمل بتاو ان انا سقطه لا انا عندي لعيب اسرع، عندي لعيب واحد على واحد احسن اللي هو رضا سليم، عندي لعيب لو ع... لو لو طلبت منه يفتح الملعب ويبتدي يعمل كروسز يبقى لاين وينجر يعني جناح خط ويعمل كروسز هيعمل، فانا عندي لعيب عنده التلات حلول والحل الابرز اللي انا كنت بحط تاو بسببه عشان يمسك الكوره ويقدر يرجع ينظم الفرقه تاني، ما انا عندي قفشه، فلو قفشه موجود في الملعب الانسب رضا سليم. لان انا كده ما عملتش اوفر لاب بين الدورين اللي بيعملوا قفشه وبيعملوا وبيعملوا تاو دخلهم الاثنين انسايد واسيب الخط لهاني اذا ما هو هاني مش موازي هجوميا اذا لو مش قفشه اللي بادئ واكرم توفيق اللي بادئ اه تمام الشوط الاول هبدا هبدا بتاو بتاو الشوط الاول أوه. وبعدين هبقى ارجع اشوف بقى الامور هتمشي ازاي يعني يعني الراجل لو تالق وان شاء الله جاب هاتريك في الشوط الاول هتخلص يا عم يا رب يجيب خمس تجوان واطلع انا غلط ما عنديش ازمه اه بس بس راجل يجيب خمس تجوان واطلع انا غلط يا راجل انا مرضي يا سيدي انا مرضي يجيب بطلع. جونين وانا مرضي <applause> طيب <applause> نرجع تاني للشكل فالشكل بتاع الترجي يا كريم لا في مشاكل دفاعيه كتير جدا لانه بيحاول يطبق فكره وليد الرجراجي مع منتخب المغرب مع احترام الكامل لعيبه الترجي بلعيبه مش قادره تنفذ ده انه لعيبه عندها وعي تكتيكي لعيبه المغرب عندها وعي تكتيكي كبير جدا ان هو بيشتغل في 30 متر طولا وعرضا قافل الملعب بالطول والعرض بص هنا يا كريم كمان في الترانزيشن انا عايز اقولك ان الكره دي اللعبه دي الفريم ده احنا لما الحناء الاثنين شايف الاثنين سنتر باكات بتوع الترجي اخر اثنين في الملعب دول كانوا كمان ضامين لتحت فاتنين اربعة ستة 6 تسعة تسعة لعيبه بتوع الترجي كانوا واقفين في 30 متر اتضربوا بباصة انت متخيل الفرقه كلها انا مش بتكلم في ترانزيشن وتحول لما اشتغل على مساحات يا شاب في تحول منطقي اي فريق في الدنيا بيتضرب في التحولات ممكن انما الفريق واقف في سيت بلاي واقف بالتسع لعيبه وبيتضرب بباصه واحده الراجل بيروح انفراد حظه انه كان سابق بالكتف فتحسب التسلل الراجل رايح انفراد بص اللي جاي تحت كمان يا شاب اللعيب الثاني اللي لابس ازرق بتاع سان رايح لوحده طب اللي جاي من وسط الملعب اللي لوحده واللي هناك على الشمال لوحده لا ف... سوء التمركز باين عندهم سوء التمركز أول... عند الترجي كبير جدا على الاهلي انه يستغله انه يركز على المساحات ويركز على الادوار بتاعه الاجنحه بص اهي دي دي بقت واضحه كريم بص كريم ده اللي انا كنت أقوله دي طريقه لعب الترجي الاجنحه فاضيه تماما من الظهراء والاجنحه فاضيين تماما داخلين كلهم جوه الملعب التسعه لعيبه واقفين في مربع الناحيه بص الراجل الباك رايت هنا بتاع بتاع سان داونز يا كريم الباك ليفت هناك الاثنين فاتحين الملعب تماما ومع ذلك الكرة هتتلعب في العمق لولا ان الراجل مسابق اخر آه مدافع اللي هو آه توجاي كان راح انفراد آه. الكره معلومه منين بقى من سنتر باك اللي هو لعيب زي محمد عبد المنعم مثلا مودين انفراد عشان اللعيبه بتدافع غلط وواقفه غلط فانا عشان استغل بقى المساحات دي يا كريم امام عاشور مطلوب منه هو وحسين الشحات واحد منهم دايما يبقى ساقط في المساحه اللي هي في اخر الشاشه اللي هي شمال النادي الاهلي يمين الترجي رضا سليم اللعيب المميز بالسرعات، المميز بواحد على واحد، المميز لو لو الترجي قدر انه يرجع لاماكن التمركز بشكل صحيح يقدر يعمل الكروسز ويشتغل لان رضا عنده دقه الكروس غير محمد هاني، انا لو محمد هاني ظهير بقدرات هجوميه جيده كنت اقول اه يشتغل الفكرة بتاع الكريم انه يشتغل معاه تاو لانه هيفضي يدخل انسايد وهيفضي لمحمد هاني انه يطلع ويعمل الكروس محمد هاني مش مميز هجوميا فانا في الحاله دي محتاج لعيب تاني يبقى عنده حل انه لما يفتح الملعب يقدر يحط الكروس للعيب عندي لعيب عايز استغله ما كانش عنده الامداد كتير يا شاب في مباراه الذهاب أه 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 وسام ابو علي محتاج بقى سواء افشل لعب رضا سليم بيرسي تاو حسين الشحات ايا كان مين يبقى عمليه الامداد اكتر بكتير